ثاني يقول لك كلمتين. هي اللي بتشتغل بقلوب المؤمنين، اهم شيء المؤمنين. هلا قضيه الرؤساء كلهم عابرين، لكن الروح القدس بده يشتغل اكيد بين المؤمنين. العلمانيه هو 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 بيعرف ايمتين وكيف بتصير. انا الان بسوريا، بس هالي ماردين صار لي 16 سنه من الجزيره من حسكي. نعم عم بقول انا في نور جزراوي. الله يخليك، شكرا سيدي، الله يقويكم. من كل قلب نتمنى الرعيه بتنمى بالمحبه وبالايمان وتبني اسس الوحده المسيحيه الحقيقيه اللي هي رغبه الله وارادته. الله يحفظكم. هيك لازم كلنا شيء ترتيله. تفضلوا. يا مريم يا ربنا، ربنا بيخلي الايمان هذا بالقلوب، قلوب الجميع بيشتغلوا من الوحده للمحبه، ننسى كل شيء ماضي وخلافات. الله عم بيت يسوع الاسراب العذرائيه تحيينا. يلا يا سيدات تفضلوا. خمسة.